بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ معكم من جديد بفقرة مطبخ يوم جديد، مستمرين معكم بالساعة الثالثة والأخيرة. وقبل دخولنا إلى عالم المطبخ، أود التنويه بالآن يجري في المملكة حملة لمتابعة فحوصات سرطان الثدي. الله يسلمنا ويسلمكم، واللهم آمين لكل اللي عم يسمعني، سواء من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أو من خلال شاشة الوطن الأولى. ولكن يعني بعيدا عن تجميل الواقع، هذا ما يجري، لابد من الالتزام والتوجه مباشرة لسرطان، للفحص الدوري لسرطان الثدي. ألحق حالي في بداية الطريق أحسن بكثير من ما أكون وصلت للنهاية للأسف. ولكن إحنا يعني مجرد ذكر الموضوع هو مزعج وبيخلينا نرجع خطوة لورا، ولكن مش غلط أبدا إني أطمن. توجهوا سريعا جميع السيدات، وبجوز إحنا نكون أولكم وفي مقدمة الطريق. الله يسلمكم جميعا، ديروا بالكم على هذا الموضوع، ووعوا بناتكم وأبنائكم وكل الناس اللي حواليكم، لأنه إذا إحنا ما وعينا بعض ما رح نلاقي مين يوعينا. الله يسلمكم جميعا من كل شر. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح ناخذ مقادير طبق حلبي، كباب بالكرز، هم بيحكوا عنه كبابة وإحنا كمان بنقول عنه كباب أو كفتة بالكرز على الطريقة الحلبية. المقادير على الشاشة. لتحضير كباب بالكرز إحنا بحاجة إلى كيلو كرز، وبديل الكرز رح يكون كرز مجفف أو مربى الكرز، كيلو كفتة، عصير ليمون، ومعلقة سكر، بهار حلبي، ملح، صنوبر، ولوز حسب الرغبة، وبقدونس للتقديم، قرفة صح؟ في قرفة؟ تمام، الله يعطيكم العافية. يلا يا ستي، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلي. نبلش. أنا رح أشغل لك الغاز، وللتنويه أرقام الاتصال والتواصل فينا على فقرة مطبخ يوم جديد. بدنا نوجه اليوم حصة أهل سوريا معنا في مطبخ يوم جديد، رح نوجه لهم تحية من خلالكم، اتصالاتكم، تصبيحاتكم على أهليكم وحبايبكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا أكيد. وأي سؤال بخص الأطباق الشامية أو الحلبية، هاي معنا وفاء فرصة نستفيد من وجود وفاء معنا اليوم، ولا شو رأيك؟ يلا. صح أكيد. طيب خلاص جاهز وأنا تحت أمرك. إن شاء الله نحن نجهزك والله يا شيف، أنت الكل بالكل. لا والله أنتوا حصتنا، الله يرضى عليك ويوفقك يا رب. والله يحب لك ذوق. يلا بسم الله. بدنا نبلش بالكفتة بكرز. أول شيء بدنا نحط عليها ملح. هاي ملح تفضل، أنا شلت حقك علي. ملح الكسيح بعدين دائما هيك مشخص عنا على الطاولة. وفلفل. نعم. واللوز أو الصنوبر المنقوع بالمي، لازم يكون منقوع. ليش لازم أنقعه؟ لأنه بيكون قاسي، ما بتقدري تتحكمي فيه لما بدك تكوريهم كور صغيرة. ما رح تستحكمي، هيك أفضل يعني، لازم يكون منقوع بالمي. من فضلك على ابنك. يلا ستي. يا سلام يا سلام، هجموا علينا الحلوين. الله شو مبسوطين. علي الاسماضي احلى حدا بالاردن، شفتي؟ تسلمي محلاكم. والله الحجاج ما شاء الله عنكم، بصراحه شعب راقي وبجنن من بعدكم يعني. انا كثير مبسوطه والله بالاردن، فيكم البركه حبيبه قلبي. يلا يا قمر. اذا كمان مره ملح وفلفل. ملح وفلفل وبهار حلبي. هذا من وين بدي اجيبه انا؟ عاد هذا بتجيبيه من عنا. طيب خلينا نعرف بشكل عام ايش المكونات اللي فايته فيه. انا هلا ست قاعده بحترك على الشاشه، بدي اطبق قدر المستطاع، قديش انا ممكن الاقي هالبهار في بيتي يعني بشكل عام؟ ايش المكونات؟ هلا هو البهارات الحلبي اكثر من نوع بهار، كله بنخلطه مع بعض. لهيك بتسمى انه بهارات حلبيه، لانه نحن اكثر من نوع كله بنخلطهم مع بعض، جوزة الطيب، الفلفل، القرنفل، كله بنخلطه مع بعضه. يعني اكثر من نوع. تمام. هلا هيك خلصنا، بس بدنا نبلش نكور. بهالطريقة هي، معناته احنا كل النكهة رح تكون اساسها البهار الحلبي. بهار الحلبي والتدخين هو لازم يكون مشوي، بس نحن بتعرفي ستات البيوت حاليا صعب انه الواحد يقوم يشوي وهالقصص هاي. لهيك انا بس اخلص بالاخير بدي ادخنهم بالفحم والسلوفان. نعم. بياخذ يعني نفس النكهة. ما بأثر ابدا، بس هو اصوله الحلبي بكون مشوي بصراحة.
بس يعني هلا انا بعد ما اكورهم لازم اشويهم؟ هلا نحن رح نقليهم. هن نحن مشويين على يلا قليهم بنت عمي. طيب سلطان الشرفات بيقول هالطبخة كتير زاكية، للي بيجربها رح يدمن عليها. رامي السرحان ودلال لعموش وأحمد لعلمات صباح الخير، وجنى الدعامسة أحلى تحية لضيفتك بتجنن. تسلمي حبيبتي، تسلمي كلكم ذوق والله. بدنا نكورهم كلهم ونخلصهم نكون. هو أيام الكرز نحن عنا الكرز اللي بقلوله الوشنة هو بكون حامض. نعم. بس هون ما في. أيوة. هذا الكرز. لا أصحاب. إذا أيوة. الكرز الأحمر بتسموه وشنة. هو بكون لونه مو أحمر أكثر. النهدي. النهدي أيوة. أيوة. الوشنة. هذا. بقوله عناب في يعني الأسماء. نحن عنا هيك بنحكي له. هذا بكون طعمه حامض. بنحط له نحن سكر. للكيلو يعني تقريبا بدك فنجان سكر. نعم. لحتى يكسر الحموضه. بس هون طبعا ما في. بنستخدم المربى او الكرز المجفف كمان بيزبط. هيك والله ما بطبخنا حلو وخفيف لطيف والله بجنن. هو ما شاء الله اللي فيه. اكثر شيء بتجنن هي الشفعه. ولا حبيبه قلبي يسعدك. الى ام ادم والطفيله الو صباح الخير. صباح النور يا سلام. صباح النور بالبنور، أشرقت وأنورت. أهلا. منورة بوجودك. بوجودكم معي. بوجودكم حبيبتي. تفضلي عم تسمعك إذا عندك أي سؤال. والله أنا بدي أسألك لإلك. تفضل. نحن مرضى حساسية القمح. أه مرضى حساسية القمح. مرة إيش الكلمة؟ حساسية القمح جلوتين. نعم. أه حساسية القمح. أه هلا بالنسبة للخبز، خبز جلوتين فري، ما بتعملوا انتو حلقة خاصة لهذا؟ من هاي العين قبل هاي العين. منيح؟ بدي عيوني. رح اجيب لك حدا مختص لمبادرة الجلوتين فري او لحساسية القمح. خبز وكيك وسكر ما حدا احسن منك ياكل. رح نعمل لك حلقة خاصة مع حدا مختص يكون فاهم الموضوع اكاديميا اكثر، يعني احسن من اي حدا تاني. فمن عيني التنتين على راس. حاضر. وسلامتكم جميعا اكيد. بيطلع لكم تاكلوا كل شيء ولكن سهل انه احنا ننفذهم من خلال وصفات كثيره. الى جرش تحبي نروح جرش؟ يلا يا ريت. حلو الجو عندهم. والله. الو صباح الخير يا ختام. هلا هلا صباح الورد. كيف ست علا؟ اهلا ست الكل، نورتينا. صباح العسل. انتي المنوره. وجودكم حبيبتي. الله يسعدك. هلا ستي تفضلي قولي لي يا ام يا ختام. والله حبيت اصبح عليك ودائما انا مو متابعينك طبعا. انا بتشرف فيكم، انتوا راس المال والله يا ستي، راس المال الاساسي. حبيبتي الله يسعدك. امي دائما بتتابعك كمان. بدك تسلمي لي عليها معناته هيك سلام كثير كبير. تسلمي يا قلبي. تسلمي حبيبتي الله يسعدك طول عمرك ويخلي لك حبايبك ان شاء الله. اهلا ست الكل. اهلا يا عمر. هلا رح نرجع نشوف هلا شو صار مع وفاء بكبابه او كباب بالكرز. يلا هلا كورناهم رح نقليهم. يلا نقليهم. ها هي مقلايه حلوه تكتكي هيك زيك. ايش احط لك زيت؟ بدي شوي زيت. يلا سمنة اللي بتحبوه انتو. في كل ناس بتحب شي يعني. اظن المقلاية صغيرة معنا ليال من عمان عبر الهواء مباشرة. اتصال من ليان. ألو صباح الخير.
الو صباح الخير. اهلا وسهلا. اخبارك؟ قلت لك انا هالفتره انا اشتقت لك كثير والله. تشتاق لك مكه. اهلا حبيبتي. اخبارك؟ انا بدي اجي اطب عليك مره على التلفزيون. يلا عليهم، احنا جاهزين. بدي اجي اطب هالطبب واقولهم اني اطب الاولى واتعرف. حلو برضه احيانا الضيف اللي بيجي طبب، يعني احيانا له نكهه خاصه فيه. اقول لك بس باي من بعيد مشان الكورونا واضلني رايحه. يا حبيبتي اهلا وسهلا، انتم صحابين المكان، حياكم الله. امتى بتحب اطب عليكي؟ حبيبتي اهلا وسهلا فيكي يا ليان، احنا بنتشرف فيكي اكيد، انت من اصدقاء البرنامج الدائمين. حياتي الله يحميك يا شيف. حبيبتي طول عمرك. كيف حالك الحلوه؟ الحمد لله تمام، كيفك انت يا عمري؟ الحمد لله حبيبتي. ايش هالكباب الزاكي هذا؟ ان شاء الله يا رب يعجبكم. حبيبتي الله يحميك يا ربي. الله يسلمك يا عمري، كلك ذوق. اشتقت لكم انا كثير. نعم. الله يوفقكم يا روح قلبي. حبيبتي الله يسعدك يا ليان، يعطيك الصحه يا قمر، بنضل نسمع صوتك الله الطيب. بدنا نبلش نقلي. يلا حبيبتي انا رح اشيل الزيت شوي عشان ما يحرقش. نعم درجه حرارته طلعت بايدنا افضل. هلا بدنا نسقطهم ونقليهم. يلا. يعني انت بس تشويح ولا بدنا نقليهم ونقليهم؟ لا بدنا نقليهم. يلا تمام. الو الو يا ام اشرف. صباح النور. يا صباح الفل والياسمين، اشرقت وانورت. الله يعطيكم العافيه. يعافي عمرك ستي. هاتي قولي لي اول شيء، شو رايك بهالاجواء اللي عيشناكم اياها بمطبخ يوم جديد؟ والله ما شاء الله عليك تفعلي، والله كل يوم فينا كل يوم احسن من يوم. حبيبتي بفضلكم وبنفسكم اكيد بفضل الله دائما. ما شاء الله عليك وعن اكلاتك، ما شاء الله عليك والله انك مبدعه. ما شاء الله من بعدكم عليك. من بعدكم حبيبتي الله يخليك. برنامجك لا يعلى عليه والله، احنا من متابعينك دائما والله. احنا بنفسكم الطيب بنكمل الطريق ان شاء الله، لا غنى عنكم. الله يعطيك العافيه يا رب دائما وابدا يا رب. بوجودك ستي لنا ولك ان شاء الله. ان شاء الله للامام ان شاء الله يا رب. بوجودكم ان شاء الله بتشوفي اولادك من احسن الناس وحبايبك. الله يسلمك ويعطيك الف عافيه لك ولضيفتك ما شاء الله عليكم. شفتي ما اذكاها وفاء؟ شفتي ما اذكاها حبيبتي؟ ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها الحلبيه، ما شاء الله عليها. الله يعطيك العافيه حبيبتي. والله من بعدكم نحن يا عمري انت. الله يعطيك الف عافيه، ما شاء الله عليك حبيبتي. الله يعافيك يا رب ويخليك. لك ذوق، هذا من ذوقك والله. شكرا لك على اتصالك، نورتينا فيك الكل، صباحك عسل ان شاء الله. نعم. تمام احنا هلا عم نقلي اللحمه. هلا عم نقلي اللحمه، لازم نخلط الكرز. هو المربى طبعا، هذا مربى مش كرز طبيعي. هاي الخطوه اهم خطوه، خذوها من ست حلبيه الاصل، لانه اذا فتت على يوتيوب بتلاقي ألف طريقه، بس لما بتاخذ الطريقه من ابن المنطقه بتاخذها صح، لانه اكيد هي تعلمتها من الكبار بنفسهم، اكيد تعلمت منهم الطريقه الصح. يلا يا قمر بسم الله. بسم الله. هذا مربى كرز. هذا مربى كرز. ايوه لازم نخلطه وبعدين نصفيه. يلا. لان اوقات ما بكون متوفر الكرز باي وقت يعني. صحيح. بس انتم الشوام اهل المونه، فاكيد في موسمه بتجيبوا بتخبوا، يعني اذا اجيت عندك رح الاقي بالفريزر صح؟ طيب.
بس نحن لازم نحط لهم البديل يعني. أكيد طبعاً بالضبط. أشكرك نشمة الزقور، يعني عن جد اليوم أفرحتوا قلوبنا بهالضيفة الكريمة. شايفة؟ حبيبتي. ألو صباح الخير. ألو. ألو يا أم فراس، صباح الورد. الله يسعد صباحك. الله يسعد هالصوت. أهلاً. الله يخليك، اشتقنا لك والله. تشتاق لك مكة يا رب. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، عملك بسبوسة الفستق الحلبي خطيرة. ايش هي؟ بسبوسة الفستق الحلبي. جربتيها؟ خطيرة خطيرة. انت يا خطيرة يا خطيرة، صحة وعافية. بتجنن بتجنن حبيبتي. الله يتم عليك صحتك يا رب. الكل حبها الحمد لله. أكيد ما أنت عاملتيها يعني، بدها تطلع طيبة أكيد. لا حبيبتي حبيبتي، من بعدك إحنا خدمتك ست الكل. إن شاء الله نكون لبينا الطلب. أتمنى. الله يخليك، تسلمي تسلمي، يعطيك ألف عافية حبيبتي. أهلا أهلا فيك، نورتينا. هلا يا ستي. تحية تمام حبيبتي. أهلا وسهلا فيها حبيبتي. شكرا لك على اتصالك، نورتينا. يلا يلا. هلا اذا ما عندهم محضر الطعام بالمولينكس بيمشي الحال، بيضربيهم بالمولينكس بعدين. ايش اعطيني هاي عنك من فضلك. ايوه يلا بعدين بالمصفاية الناعمه، عشان ما بدك انت اللي بس بتاخذ نكهه الكرز. بس النكهه تمام. طبعا وفاء للتنويه تعمل في احدى المطابخ الانتاجيه، وفي هيك شخص كريم ولطيف، شروى المتابعين اللي بيشوفونا وبيسمعونا بيحب الاكل الحلبي لانه جربه في احدى الدول. فلما أنا دليته على وفاء، يعني مش بياض وجه، لا إدمان صار الموضوع. فللأمانة من أكثر يعني الأطباق اللي بتحضرها وفاء متقنة جدا جدا. إن شاء الله الله يقويك يا ربي، وتضلك تعمل لنا أحلى الأكلات. حلوة الطلة السورية من خلال صباح أردني. بدي أشكرك يا هبة أحمد. نعم حبايبنا وأصدقائنا علي المومني، الله يسلمكم ويعطيكم العافية. الأغاني الموسيقية كتير إحنا بنحبها، اللي هي بيحكي عن السوري، وكتير هو مبسوط بحلقتنا. ونادية قرش وأثيل الناصر وأم ثامر المجالي، اختيار موفق لوفاء. راح للأسف الكومنت. كهان إبراهيم البنا، الله يسعد صباحكم جميعا. وبرستيج إمجود، عيد ميلاد صاحبتها شيرين بدها تعيد عليها، وإحنا كمان بنعيد عليها. ابتهال الترتير من رام الله، منورين الشاشة. ونادي قرش من جديد، أحلى طلة سورية. إيه بنت عمي. يلا إلى عمان. ألو صباح الخير. صباح الورد والياسمين. صباح الفل والعسل والعود والعنبر. يلا يسعدك يا ربي، شو هالجمال، الصباح الحلو. حبيبتي بوجودكم أكيد، قلبك حلو بشوف كل شيء حلو قدامه، كل واحد يشوف الناس بعين طبعه مبدئيا يعني. الله يسعدك، مزاد نعمات معك حبيبتي. أهلا ست الكل، نورتينا. أهلا حبيبتي، أحلى شيء طلتك أصلا، أحلى من كل هذا الصبيح. أي والله صح. يا حبيبتي الله يسعدك طول عمرك، بدنا ناكل بدنا نعيش، الحياة بدها تمشي. طبعا حبيبة عمري، الله يسعدك يسعد صباح اللي جنبك يا مان. يا حبيبتي هي عم تسمعك وفاء. حبيبتي تسلمي. الله يوفقكم يا ربي حبيبتي، ويجعل أيامكم كلها سعادة. الله يسلمك حبيبتي، إن شاء الله إلنا وإلك ولكل اللي بيشوفنا وبسمعنا إن شاء الله. سعد صباحك كل أوقاتك. وأوقاتك يا حبيبتي. هلا ست الكل، أشكرك على اتصالك، نورتينا. يلا حبيبتي معاكي، انا اسفه اخذت وقتك. يلا قلينا اللحمه، قلينا اللحمه وحطينا نص كيلو المربى. بدنا نص كاسه مي نزيده لانه هو كتير حلو. اجيب لك مي؟ يلا هي هون تحت في البريق رح نحط عليها المي. هات تمام. رزق عبابنة وأنس معانا، ورواد النابلسي، وردة الجوري، وأم محمد الخضر، أم أحمد الحنتولي، وردة المشاقبة، انشراح الحباشنة، رامي السرحان، أم حسن غريز، فردوس الغول، وأسمع أميرة صباح الورد ضيفتك بتجنن ومميزة. نعم صحيح.
أم ثامر المجالي أجواء سورية حلوة، اختيار موفق لوفاء المبدع لكل الضيفات، دائما بتلبي طلبات المشاهدين، دخلتي علينا بطاقة إيجابية وفرح وابتسامة جميلة. أتمنى. يلا إلى أم ندى. ألو صباح الخير. صباح الورد. في ورد وأنت موجودة يا أم ندى؟ إيه. في ورد وأنت موجودة؟ أكيد. يا سلام، حلو التواضع برضه. والله ما شاء الله عن أكلاتك واللي جنبك سلم عليها ما شاء الله عنها. يلا احكي مع وفاء. هاي وفاء عم تسمعك. الله يسلمك يا رب، كلك ذوق حبيبتي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا عمري. والله ما شاء الله عنك. شكرا شكرا، هذا من ذوقك يا حبيبتي. حبيبتي الله يسلمك. الله يسلمك. كيفك يا أم ندى؟ إن شاء الله عجبتك وصفاتنا لليوم. والله ما شاء الله عنها. نعم الله يتم عليكم يا ربي، وإن شاء الله بهداتك بقى تضلك تعملي أحلى الأكل. الله يسعدك حبيبتي. أهلا يا أم ندى، نورتينا. هلا ست الكل. تمام، نزلنا المي على اللي هو، خليني أحكي، اللي صفينا من عصير مربى هيك الكرز، بصير صافي بدون كحول يعني. نعم، أو بدون الشوائب الموجودة فيه. صحيح. يلا ستي. تمام، هلا كيف نطبق الطبخة؟ هلا بدنا نحطه يغلي. بيغلي لحاله أول. بدنا نغلي. طيب بسم الله. بسم الله. نعم. هدى كريشان، صباح القدود الحلبية. يا سلام، شفتي؟ لا غنى عنكم. سلطان الشرفات، شو اسم الطبخة هذه يا علا؟ اسمها كباب بالكرز أو كفتة بالكرز. محمد المجالي معنا؟ ألو؟ أهلا، صباح الورد. الله يعطيك العافية. هلا يا سيدي، صباح الورد، الله يعافي عمرك. يعني أخلاقك إحنا كلياتنا متابعين في البيت. وبعدين نفطر بلايف من دور أنا والدتي، ونشاهد الأخلاق الذاتي من برنامجكم. والله بتنورونا دائما، أهلا وسهلا فيك. شو رأيك بالأطباق اللي بتم تحضيرها؟ بتلاقي استحسانكم؟ لاقي إنه في شيء مفيد ممكن نقدمه من خلال هالفقرة أو قدمناه؟ قول يا محمد، الهوى معك. يعني ما شاء الله عليك، وبرامجك كثير حلوة وطبخات كثير ذاتية. نعم نعم، نتمنى يوم نزوركم نستضيفونا. والله بتشرفنا مكانكم. أشد المعجبين فيك. صحيح. الله يسعدك يا محمد، سلامي لك ولعائلتك الكريمة، وإن شاء الله يا ربي دوام الصحة والعافية لك ولكل حبايبك. أهلا وسهلا فيك وشكرا على اتصالك. منى لنسور، أحلى طلة ويا هلا بكل أهل سوريا الشقيقة. تسلمي. أخي أكلكم إدمان، إحنا ما بنقدر أصلا يعني، متعودين عليه. تسلمي يا رب، والله هذا من ذوقكم ولطفكم. أحلى شعب أردني ما شاء الله عنه. حبيبي الأردني والفلسطيني كله على رأسنا. بركة بالجميع. تسلمي. حطينا عصير الكرز. عصير الكرز حطينا عليه مي، شوية مي. هلا إحنا عم نغليه، ليش بده يعقد؟ بدنا نغليه وبدنا نحط له عصير ليمون لأنه هذا حلو. لأنه حلو. أيوة. لازم نوازن النكهات لأنه في كباب، إذا هي رح تحط لنا عصير ليمون. بعدين بس غلت الصوص رح نسقط الكفتة. نعم يلا غليتي، رح نسقط الكفتة ونخليها تطبخ على الغاز. قديش بدها وقت؟ يعني 5 دقائق إن شاء الله. 5 دقائق بتكون جاهزة. إحنا مجهزين الطبخة واهية كرمال ندوقكم الطبخة الذاكية مع وفاء محمد. يلا خلينا نحط اللحمة، ننزلها نخليها تغلي، وبعد الفاصل رح نسكب طبقنا بالشكل النهائي. صح الكلام؟ صح الكلام. صح الكلام. يلا رح نطلع لفاصل كتير صغير، خليكم معنا لتشوفوا هالطبق كيف بتقدم على الطريقة الحلبية. ما بتقدم مع أي شيء تاني غير بصحن مفروض، وبيكون في تحتيه خبز عربي. فاصل وراجعين، خليكم معنا. عدنا من جديد لاستكمال ما تبقى من فقرة مطبخ يوم جديد اليوم بأطباق سورية شامية من المطبخ الحلبي من تحت إيدين السيدة وفاء. طبعا بهاي الطريقة يقدم الكباب بالكرز، وكتير في أسئلة عم تسألني من خلال البث المباشر إذا بزبط نبدل اللي هو مربى الكرز بمربى الخوخ. هلا بنشوف وفاء شو ردها، ولكن هي الطبخة اسمها كباب بالكرز. ما بيزبط والله يا شيخ. ما بزبط بنت عمي. ما بيزبط. نحاول تزبط بس ما بتزبط. بس لأنه هي اسمها كباب بكرز يعني. نعم. صعب إنك تبدليها بصراحة. يلا ستي. تمام. هي عنصر أساسي بالأكلة. هلا هيك خلصنا. لازم خبز عربي؟ لازم. يلا ستي الكل، أعطيني هذا عنك من فضلك. يلا. يلا حنشوف سكبه أنا وياكم. بسم الله. بسم الله.
الو صباح الخير يا وحيد. الو الو صباح الخير يا وحيد. هلا يا سيدي صباح العسل. هلا يا سيدي اهلا اهلا صباح الخير. والله على التلفزيون. اهلا فيك. الله يرضى عليك. سلمينا على الاخت والله اللي جنبك لانه أكلتها والله احنا قاعدين نعمل كباب وكلام زي. نعم نعم أيها عم تسمعك. إذا عندك أي سؤال إحنا سامعينك تفضل. والله يا مشمش كيف بضبط نفس الطريقة؟ بضبط نفس الطريقة يحط مربى مشمش؟ لا لا ما بيزبط غير الكرز. إيه ما بيزبط ما بيزبط. بس الكرز لأنه هي اسمها كفتة بالكرز. نعم كتير زاكي ما صارت يعني اللي بيجربها إدمان. بس بتلاقي كرز فيه كرز مجفف فيه مربى فيه كرز عادي بتلاقي يعني. إيه. المجفف كتير بتوفر بصراحة. تمام. حتى هن جايبينه من سوريا. عنك يلا. طيب هلأ هيك طريقة تقديمها بعدين هيك. هلأ هيك خلاص. طب شو رأيك عشان إحنا بنحب ال أنا هون ما لي خبر من شيء يعني. تمام هلأ هيك بدنا نزين بالبقدونس.